ننتقل الآن إلى فيديو انتشر أيضاً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر الفيديو مجموعة من طلاب إعدادية يقومون بتكسير أثاث صف دراسي بما في ذلك المروحة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بغضب شديد معبرين عن استيائهم من تصرفات الطلاب وعدم احترامهم للممتلكات العامة ومطالبين أيضاً بضرورة محاسبتهم. كما كنا مشاهدين هذا الفيديو أثار غضب المعلقين. سيف الآغا قال: أستدعي أولياء أمورهم وفصل من السنة الدراسية وخصهم من درجة السلوك وأفتح مجلس تحقيقي وياهم وأغرمهم عن كل الأضرار بالممتلكات العامة وأعلن أسماءهم بقائمة ترفع بوسط المدرسة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. مصطفى طالب: بكل العالم إذا انتشر هيج فيديو يجيبون صاحبة ثاني يوم حتى لو ما مطلع وجهها، إلا دولتنا العظيمة اللي يهدد واللي يخرب واللي يرمي يصور نفسه وينزل فيديو وما حد يحاكي. موسى المهندس أيضا قال: موسى هو معلم، كتب يقول: من تحاسبهم على قلة الأدب، على عدم التحضير، على الكلمات البذيئة، على الدراسة، على التحضير، تطلع أنت المعلم الفاشل، تطلع أنت موزم، يطلع الفشل بيك، التربية، الوزارة، أولياء الأمور، المدير، كلها تضب صوت بيك.